السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة حذف مقطع انت رافعه على هذا التطبيق انستغرام تي في اللي هو IGTV. طبعا كثير من الناس سألوني قالوا احنا رفعنا مقاطع على هذا التطبيق ولكن ما نعرف نحذف هذا المقطع. طريقة الحذف بسيطة جدا. قبل لا ابدا بالشرح اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. ندخل التطبيق. طبعا هذا الفيديو انا نزله يعني كذا يعني عشو. طبعا هذا مو حسابي، هذا حساب اخر بس للشروحات فقط. هذا المقطع اللي انا نزلته طبعا ما يقبل، هذا التطبيق ما يقبل اقل من دقيقه، لازم دقيقه واكثر من كذا. لما اشغل هذا المقطع ما في خيار هنا للحذف ولا في يعني اي شيء. كل اللي عليك تسويه انك تضغط على الثلاث نقاط هنا اللي جنب الكومنت واللايك، في ثلاث نقاط هنا تضغط عليها تطلع لك ثلاث خيارات من ضمنها ديليت. تضغط على ديليت من هنا وراح يتم الحذف ان شاء الله. زي ما انتم شايفين خلاص تم الحذف. اتمنى الشرح واضح وبسيط وسهل. اي سؤال او استفسار انا دائما وابدا بالخدمة. اشكركم على المتابعة وفمان الله.